السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه الثالثه من هذا السيزون تاع مايند اب. في هذا السيزون حبينا نشوفوا كيفاش لامبريمونت يقدروا يديروا فوتوكوبي على ورقه. في الحلقات اللي فاتوا شفنا كيفاش سكانر يمشي وشنو هي التقنيات اللي طابعات الحبر ولا الانكجات يستعملوهم كي يمبريمو. في هذه الحلقه حنشوفوا لامبريمونت لازر وشنو هي العمليات اللي تستعملها. الامبريمونت لازر تختلف الطريقه تاعها عن الانكجات. الاختلاف الاول هو الكارتوشه ديالهم. الاختلاف ما راهوش برك في الحجم، مي مام في واش فيها الداخل. هذه ما فيهاش الحبر الداخل، في واحد البودره اسمها تونر تسمى ما يشوفش كامل ويجي المده طويله. وكيما تاع الحبر نستعملوا اربعه الوان اللي هما سايان، ماجنتا، يالو، والكحل ثاني اللي يعيطوا له كي، تسمى نظام الوان تاع سي ام واي كي. هذه المنطقه تاع التونر ولا البودره ديالنا. كاين هاد الاسطوانات اللي خدمتهم ينقلوا التونر ديالنا من المخزن الى الورقه، بصح كيما راهو يبان هنايا التونر ما راهوش حاب ينتقل لهاد الاسطوانه، وهاد الاسطوانه هي الصح خاطر خدمتها توصل التونر للورقه. ما علاش ماهوش يلصق التونر كي كان ينتقل من اسطوانه الى اسطوانه كان يحتك مع هاد الاجزاء، ما ولات عنده شحنه. كيما كتحكوا شعركم بالمسطره، المسطره يولي عندها شحنه وتقدر ترفد بها الورق. كاين زوج شحنات، الموجبة والسالبة. الأجسام اللي عندها شحنات مختلفة تحب تنجذب لبعضها، واللي عندهم نفس الشحنة يبعدوا على بعضهم. الشحنة تاع التونر تاعنا راهي سالبة، وهذا الجزء دارين يحتك مع واحد المادة باش ما هو يولي سالب، تما التونر ما يلصقش فيه خاطرش راهم في زوج سالبين. مالا باش نقدروا نرفضوا التونر هذا داين لازر، وعلى بها اسمها خيموت لازر. هذا لازر راهو يلتري واحد المرايا تقدر تدور. هاد المرايا دايرينها باش لازر يفيزي في نقاط محددة في الأسطوانة. كي لازر يقيسها تولي هذيك النقطة عندها شحنة موجبة، مالا واش يصرى التونر ديالنا يلصق في هذيك النقطة، وهكا نقدر نرسم الصورة لأن حابين نبريميوها. من بعد هذاك التونر يتحط في الورقة ونبريسيوه مع السخانة باش يبقى لازق فيها، على بها الورقة اللي تخرج من امبريمونت لازر تكون سخونة. وهاد العملية تصرى مع كامل الألوان الأساسية. حقنا نهاية السيزون ديالنا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بزاف. الامبريمونت هي اختراع مذهل وشتو بلي التكنولوجيا تاعها بزاف هايلة وتعلمنا بزاف منها عفايس جدد، بصح كي راهي اختراع نستعملوه يوميا الناس ماش كامل تمدلها أهمية وما على بالهاش كامل كيفاش تمشي. نتوما تاني في الدار كهربي عندكم عفايسك وتستعملوهم كل يوم، سيو بحثوا عليهم بلاك تستعملوا عفايس جدد. باي باي.